أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما هو الضابط في الردود على أهل البدع؟ الرد على أهل البدع وأهل المخالفات أمر واجب، لكن لا بد أن يكون الرد عن علم، لا بد أن يكون عن علم وحجة شرعية. هذا لا يكون إلا بعد التعلم، ما هم من حق كل أحد أنه يرد، فقد يرد ردا يصير أسوأ من كلام المردود عليه بسبب الجهل. فلا بد من التعلم أولا، لا تشتغلوا بالردود قبل التعلم، اتركوا الردود لأهل العلم، تعلموا أنتم، فإذا تعلمتم إن شاء الله تمكنتم من العلم وعرفتم إقامة الحجج والبراهين ورد الباطل، فهذا ميدان ينتظركم. أما إنسان يدخل في الردود وهو ما تمكن وغير مؤهل فلا يصلح هذا، لأنه يفسد أكثر مما يصلح، فتنبهوا لهذا. وإلا الرد مطلوب، جادلهم بالتي هي أحسن، الرد مطلوب، لكن بعد التعلم وإقامة الحجج على المردود عليه ومعرفة الخطأ. لأن بعض الناس يعتقد الشيء خطأ وهو ما هو خطأ، يروح يرد عليه وهو ما هو خطأ، يعني لجهله بذلك. فلا بد من تشخيص الخطأ أولا، ثم الرد عليه بعلم. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، بعلم، ما هو بغيرة أو عجلة، لا، الغيرة مطلوبة، لكن الغيرة لا بد أن تكون مع علم، أن تكون الغيرة مع علم ومع حكمة. جادلهم بالتي هي أحسن، ولا يمكن يجادل بالتي هي أحسن إلا بالعلم. نعم.